أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما صحة ما نسب إليكم حفظكم الله من القول بأن المرجئة من أهل السنة؟ المرجئة؟ نعم. أنا ما قلت هذا، من يثبت هذا؟ أنا ما قلت أن المرجئة من أهل السنة، أقول مخالفون لأهل السنة. نعم. لكن الكذب اليوم رخيص كثير عند الناس، وينسبون إلى الناس ما لم يقولوا. نعم.